مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم غنحضر معكم سفه مدفونه بريستيج، كتجي رائعه لا في المنظر ولا في المذاق. تحمري بها وجهك قدام ضيوفك. غنشوف معكم جميع المراحل بالتفصيل ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. دعموني بلي لايك ديالكم وخليوا لي رايكم في الفيديوهات ديالي في التعاليق. ومرحبا بكم مره اخرى. دابا ندوزو للمقادير مع طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو دجاج حامض مصير، جوج بصلات محكوكين، قزبر ومعدنوس، ثومه، زيت المائده، العطريه، ملحه بزار، سكينجبير وشويه دراس الحانوت، السفه والزبده. وللتزيين غادي نحتاجو الزبيب، البرقوق، القرقاع، اللوز، ومشمش يابس اللي حضرته قبل في البيت. غنخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. قرفه وسكر كلاسي. ندوزو لطريقة التحضير على بركة الله. غادي نديرو الدجاج هو الأول، غادي نزيدو البصلة، قزبر ومعدنوس. غادي نخليه مربوط هكذا باش ما يطلق لياش في لاصوص ويجيني باين فوق الصفه حتى كيطيب، غير يطلق المذاق ديالو كنحيدو. كنزيد الثومه، كنزيد اللب ديال الحامض، بهذا الشكل، وكنزيد التوابل، كندير الملحه، البزار، سكينجبير، كنكثروا فيه شويه كما كتعرفوا راه كيتواتى مع الدجاج، وكنزيدوا شويه ديال الخرقوم، ما نكثروش باش ما تجيناش لاصوص صفراء بزاف، ومعلقه ديال راس الحانوت، حنا كنسميوها المروزيه ديال الدجاج. وكنزيدو شويه د الزيت، صافي. من بعد ما زدت جميع المكونات في الطنجره غادي نديرهم فوق البوطه باش يتشحروا، ومن بعد غادي نمرق عليهم ونخليهم حتى يطيبوا. كنبقى نحرك مره حتى كيتقلى مزيان داك الدجاج مع البصله وكيتحمر شويه، عاد كنمرقو عليه ونخليوه حتى يطيب. بالنسبه لطريقه التحضير ديال السفه، كناخذو شعريه تكون رقيقه من نوعيه جيده كما كتشوفوا، تكون رقيقه نيت مزيان باش كتجي مزيانه. كنزيد عليها شويه د الزيت، وكنحاول نلبسها بداك الزيت اللي خويت عليها حتى كدهن كلها. صافي، وكنديرها في الكسكاس حتى تطلع فيها الفوره الاولى. كما كتشوفوا انا درتهم بجوج، درت السفه كتفور وانا كنشحر الدجاج او ميم طون باش ما كيضيعش ليا الوقت، كنديرهم بجوج في مره واحده. ملي نمرق على الدجاج غادي نخليه يطيب هو السفه،
وغادي نستغل الوقت باش نمشي نعسل المشماش والزبيب والبرقوق. بالنسبه للتعسال ديال البرقوق والمشماش مع الزبيب كما كتعرفوا كاملين غادي نسلقهم السلقه الاولى ونصفيهم ونزيدهم ما جديد، نزيد معاهم شويه السنيده وشويه القرفه، من الاحسن قرفه عواد، ونخليهم حتى كيطيبوا كيتعسلوا حتى كيوليو عندي معسلين مزيان وكاراميليزي. باش ما يضيعش ليا الوقت حيت هذه الوصفه كدي شويه ديال الوقت في التحضير ديالها، انا شعلت الكوانين كلهم اللي عندي واستغليتهم باش نطيب كل شيء في مره واحده. ملي كطلع الفوره الاولى في الصفه كناخذها وكنخوي عليها هذاك الماء اللي طلعت فيه الفوره بهذه الطريقه، كنخليها حتى كيقطر من هذاك الماء اللي خويت عليها، عاد كنعاود نخويها في الاناء فاش غادي نقادها. بهذه الطريقه ما كتاخذناش بزاف الوقت باش طيب كما زمان كنا كنفورو فيها 7 ديال الفرات، دابا كنحتاجو غير 3 الفرات بحال الشغل ديال الكسكسو. صافي تنحاول نفكها واحد شويه، كنزيد عليها شويه ديال الملحه، وكنرشها بشويه ديال الماء بارد. صافي تنحاول نحلها بهذه الطريقه وكنخليها حتى كتشرب شويه، عاد كنعاود نردها طلع فيها الفوره الثانيه. ملي كتطلع فيها الفوره كنعاود نخويها في هذاك الاناء فاش كنصوبها. كنزيدها الماء وكنحاول نحلها، دابا سخونه درت ليها الفرشيط، اللي غتبرد شويه غادي نعاود نحلها بيديا. كنبقى نحل فيها على هذا الشكل، كما كتشوفوا الصفه ما معجناش فارقه، داكشي علاش ملي تبغيو تاخذوها خاصكم تاخذوا الصفه تكون من نوعيه جيده باش ما تعذبكمش في الطياب وتبقى تعجل لكم وخاصكم عاد تفكوها بالزبده. كما شفتوا من الاول انا راه ما درت لا زبده لا والو، ما كنضيف الزبده حتى كنبغي نقدمها باش كتبقى داك الطيبه ديال الزبده فيها كتبننها بزاف. صافي كنخليها حتى كتشرب شويه وكنعاود نرجعها تفور الفوره الثالثه اي المره الاخيره ان شاء الله ونقدموها. اللوز حتى هو من بعد ما سلقته غادي نفسخو على هذا الشكل، كيتفسخ بكل سهوله، كنقليوه في الزيت يكون بارد، كنلوحوه هو الاول في الزيت يكون بارد وكيبقى حتى كيسخن الزيت وهو كيتحمر فيه، وما نغفلوش عليه حيت دغيا كيتحمر، حتى كنحمروه مزيان وكنحيدوه باش كنزينو به في الاخير. من بعد ما طاب الدجاج كنفي ليه من العظام على هذه الطريقه وكنفرتو وكنحطو على جنب حتى كنستعملو، كنحيد ليه الجلده بيان سور. وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الدجاج اللي عندي. صافي انايا كملت هاد الدجاج فيليتو كما كتشوفوا، المشماش تعسل هو البرقوق والزبيب. المشماش كما قلت لكم في اول فيديو هذا محضر في البيت طبيعيا، جففته غير في البيت كما كتشوفوا كيجي غزال عاطي المنظر احسن من هذا اللي كنشريو في المحلات، كيبقى فيه داك اللون البرتقالي ديال المشمش. او كنحمر اللوز ودابا ندوزو للطريقه ديال الدريساج. من بعد ما طلعت لنا الصفه الفوره الثالثه اي الاخرى كنزيدو عليها شويه الزبده،
كتنسمها كتعطيها واحد المذاق اللي هو بنين بزاف. كنحركو حتى كذوب ونحاولو نسربيو السفه تكون باقا سخونه ما تبردش لنا. انا اختاريت طبسيل يكون مربع، لكم الاختيار تقدروا ديروا مربع او مدور او طويل كما بغيتوا تقدموها. غادي ندير هاد لو بورتو بياس باش تجيني مقاده، وغادي نخوي النص ديال الكميه ديال السفه اللي عندي. الا نتوما درتو بزاف تقدروا ديروا بزاف ديال الطبقات، انا غادي نديرها غير على جوج طبقات حيت حنا قلالين في الدار. دونك هذا هو القياس ديالنا. غادي نحاول نقعدها، كنزيد عليها الدجاج، بهذا الشكل هذا. كنزيد عليه شويه ديال لاصوص من الفوق باش كنمرقوا السفه، كنمرقوا حتى الدجاج ما يبقاش ناشف. شوفوا لاصوص جات خاطره مع ديك البصله اللي حكينا فيها، والربيع حيدته باش ما كيجيوش دوك الطريفات ديالو مخلطين مع السفه يخسروا مع المنظر. صافي كنزيد السفه اللي بقات عندي، كنحاول نقادها باش يجيو جناب كلهم مقادين، وكنخلي البورتو بياس ما كنحيدوش حتى كنكمل الدريساج ديالي باش ما كتشتتش ليا من الجناب، كنحيدو في اخر لحظه ملي نبغي نقدم. كندير البرقوق كنحاول نوقفو باش كيعطيني شويه ديال العلول الطبق ديالي. كنحاول نصايب به شكل ديال الوريضه. كناخذ مشماش كنحاول ندورو على الجناب، كنحط عليه الكركاع كيعطيه منظر زوين. وكنزوق بالقرفه والسكر، كندير القرفه حدا المشماش باش كتكملنا هذاك الخط حيت كيتشابهوا شويه في اللون. وكنزين بشويه السكر، كنزيدو اللوز. التزيين كيبقى اختياري كما بغيتو، انا شاركت معكم التقديم ديالي وانتوما قدموا بالطريقه اللي كتعجبكم. كناخدو الزبيب وكنزوقو به الجناب ديال الطبسيل، حيت كاين اللي ما تيعجبوش الزبيب، هذا علاش ما خلطتوش انا مع السفه. هكذا اللي بغاه تياخدو
يزيدوا قدامه. نحاولوا نحطوا شويه مقبقب هكذا، حيت البلا عندي مسطح باش يعطيه شويه ديال الفوليوم. صافي، وهاد اللوز اللي بقى ليا غادي نلوحو عشوائيا هنا في الجناب. ومن بعد كنحيدو البورتو بيس بشويه، كنحاولو ما نريبوش كلشي. فوالا، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال صفه بريستيج مدفونه بالدجاج. كتجي رائعه كما كتشوفوا، هائله لا في المنظر ولا في المذاق. كنقدموها مرفوقه مع لاصوص ديال الدجاج، كتبهري بها ضيوفك وتحمري بها وجهك. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. بصحتكم وراحتكم.